السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير الأخوة والأخوات، الزملاء والأصدقاء والأحباب في كل مكان وفي كل زمان، اليوم هنتكلم عن عيد الفطر، وفضل عيد الفطر علينا، الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن رمضان وإن هو شهر العطاء، وشهر المغفرة، وشهر الرحمة، وشهر الجهاد، وشهر الصوم، وشهر كل هذه الأشياء اللي أنا كلمت عنها في الحلقة السابقة. يعني خلاص خلصنا 30 يوم بتوع رمضان او 29 يوم بتوع رمضان يوم عيد الفطر ايه هو عيد الفطر بالنسبه لنا؟ عيد الفطر بالنسبه لي كاننا نتخيل انفسنا كانسان غني جدا 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 ليه؟ لان في شهر رمضان ربنا ملنا خزائننا بالطاعات والصدقات والقيام بثواب كل هذا علشان ننفقها فيما بعد رمضان في سبيل الله فالمنة أصبحت حسنة عبادته وصيامه وقيامه وأمانه وحسابه يصبح كالعبد الصالح اللي ربنا شحن قلبه أو شحن البطارية في قلبه البطارية البطارية القلب لما اتشحنت دي زي ما تكون عندك عربية العربية من غير البطارية المشحونة ما تتحركش تفضل واقفة تموت وخرجنا من شهر رمضان بفضل الله سبحانه وتعالى مشحونين بشحنات جعلتنا اننا نخرج طاقات متجدده ومتعدده ومتنوعه في كافه الاتجاهات او في كافه المجالات ليه؟ لان ربنا من اول ليله في رمضان الى اخر ليله ليله العيد كان يشحننا بكل هذه الطاعات والرحمات والمغفرات الى اخره الى اخره الى, آخره إلى ان نعتق يوم العيد ده فمن هذه الطاقات المتجدده من الاشياء اللي احنا اكتسبناها اننا بدانا يحصل فينا انس انس بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى ود بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى يزداد الحب بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى 30 30 يوم سوري 30 يوم من الحب والانس والوداد ابتدى في المرء منا يكتسب اصدقاء جدد كتير مش فقط من البشر ومن الملائكه في ملائكه القران وفي ملائكه في الارض بيمشوا معاك وانت رايح المسجد وانت راجع من المسجد وفي ملائكه للقيام وفي ملائكه للسل. كل هذه الملائكه اصبحوا يأتنسون بوجودنا في هذا الشهر الكريم فبيحيطونا بصحبتهم ورعايتهم بدأ المرء منا يتعود نعمل أعمال جديدة ما كانش بعينها زمان يعني في الشغل بتاعنا بنروح من الساعه 9 الصبحيه او الساعه 8 إلى الساعه 2 او الساعه 3 او الساعه 4 او الساعه 5 ونروح عادي ناكل وننام الى اخره دول اي بناكل وأعمال جديدة ما كناش بنعملها يعني في في الايام العاديه ما كناش بنروح المسجد يعني من الاعمال الجديده يمكن فيها حذكر 21 عمل زائد في حختم اليوم بالقاعده الذهبيه التي ارسلتها السيده خديجه حينما انزل القران على المصطفى صلى الله عليه وسلم اول اول شيء اكتسبناه هو الذهاب للمسجد الذهاب للمسجد ثاني شيء ان لما بنذهب مسجد صلاه صلاه القيام جماعه بقينا بنروح كل مسجد كل يوم عشان ايه نصلي القيام هناك ثالث حاجه صلاه التهجد فرادى او جماعه رابع حاجه اللي هو الاعتكاف في المسجد كل هذه الاشياء كسبناها داخل رمضان عشان تشحننا من بعد رمضان بعد كده هو بعد الاعتكاف اللي هو بنتكلم ختم القران في بعض الناس مننا بيختموا مره واحده في بعض الناس بيختموا مرتين او ثلاثه او اربعه او خمسه في قله قليله قل جدا قل 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 عشر مرات او 20 مره. نمره خمسه او سته الاستماع للاحاديث والمواعظ والدروس الدينيه. بنروح المسجد في خلق نمره سته مخالطه الناس بخلق حسن، ليه؟ لان القران ومخ... و... 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 والصيام و... والعمل الصالح بيغير ي... من اخلاق الانسان نفسه والصبر على اذانه. كل هذه عزي... الاشياء كنوز ربنا سبحانه وتعالى حضعها فيه في أفئتنا عشان نلقى العيد الفطر باذن الله في شهر رمضان بردك وخرجنا من هذه الشحنه الكبيره بتاعة رمضان الى يوم الفطر والتفكر والتدبر في عزيم خلق الله سبحانه وتعالى سواء كان في البشر سواء كان في مخلوقات اخرى سواء كان في معاني القران الجميله ايضا من الاشياء اللي احنا اكتسبناها في رمضان عشان نستقبل بها العيد ان هو نحاول نحاول نحافظ على مناخ رمضان يا سلام اللي كنا بنتجمع فيه مع الاطفال مع الزوجه مع الاهل مع الحبايب مع الجيران في ساعه الفطار اللي كنا بنذهب فيه المسجد نقابل فيه الاصدقاء ونقابل فيه الجيران ونقابل فيه اللي كنا بنحلق فيه بانفسنا في نستمع الى قصص الانبياء وقصص المجاهدين وقصص المناضلين وقصص الصحابه الى اخره الى اخره ان كنا العصر ده احنا كنا وكاننا ولدنا من جديد يعني يعني احنا بعد ما بيخلص شهر رمضان يوم العيد ده يوم ميلاد جديد للانسان كان رمضان ده شهر الشحن وشهر العطاء لينا احنا علشان نولد من جديد ما بعد رمضان فلما بنولد من جديد بعد رمضان بيحصل فيه ايه بقى؟ بنبقى احنا من الشحن اللي عندنا دي والخيرات اللي احنا اكتسبناها دي اصبحنا نعطي بعد ما كان ربنا هو اللي بيعطينا بس فاحنا اللي احنا ربنا اعطاه في رمضان بنعطي للناس بعد رمضان نهدي الاخرين بعد ان هدانا الله ومن الله سبحانه وتعالى بهدايته نغفر للناس زلتهم بعد ان غفر الله سبحانه وتعالى لنا زلتنا نستر للناس عيوبهم واخطائهم بعد ما ستر الله لنا عيوبنا في رمضان واخطائنا في رمضان الاخره نصل ارحمنا اللي قطعناها بعد ما كنا اقرينها قبل كده نود اقاربنا وجيراننا واصدقائنا و ووالدينا والدينا نشكر من تعلمنا على اياديهم من إن انواع العلوم المختلفه منذ صغرنا نقوم باركان رساله ابع إيه اركان رساله السيده خديجه دي. نقف عنها واقفه عندها واقفه. السيده خديجه يوم الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه جبريل عليه السلام بالقران وبالرساله وقال له اقرا ما انا بقارئ كان راجع يرتجف خايف مرعوب. مرعوب 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 نزع عليه الوحي رجع السيده خديجه وكان يعني شبه يعني مش منهار يعني مهزوز فقالت له كلمه جميله جدا قال لها لها ايه بقى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لقد خشيت على نفسي رجع لمين؟ رجع لايه؟ لحصن من حصون الدنيا ليه؟ فقالت له كلمه جميله جدا خالده جدا بثبات ويقين في ايمانها بقدر وقيمه ما يقوم به زوجها، يعني عارفه شخصيه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما تتجوزه وبعد ما اتجوزته وعاشت معاه 15 سنه ويوم نزول الباسة قالت له ايه؟ الله قالت له كلا والله ما يخزيك الله ابدا. سبع نقاط اللي فيهم دول. سبع نقاط، اول نقطه ده في حديث رواه الشيخان اللي هو هنشوفها هنا في النقاط اللي جايه دي كلها. هي النقاط دي اول نقطه انك لا تصل الرحم صلة الرحم هنا معناها مسؤولية عائلية للعائلة الصغيرة أو العائلة الكبيرة، يعني يا محمد أنت دائما مع أهلك، مع زوجتك، مع أولادك، مع أخلانك، مع أعمامك، مع أقاربك، فإنك تصل الرحم، دي نمرة واحدة، فلذلك دي أحد أسباب أنك لن يخذيك الله أبدا يا محمد. النقطة الثانية اللي هي السيدة خديجة رضي عنها في هذا الحديث اللي هي تصدق القول يعني أنت ما كنت كاذب في عصر الجاهلية قبل أن تكون نبيا وحينما عشت معك وعرفك الناس بالصادق الأمين النقطة الثالثة تحمل الكل تساعد الضعيف تساعد الضعيف قبل البعثة يا محمد وتكسب المعدوم واللي مش قادر يكون عنده كسب كسب يعني خرج من الرحم للقصة الصغيرة الى وصدق خل... يعني تصل الرحم يعني الى جزء من علاقتك مع اهلك تصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم مع المجتمع مع المجتمع تساعد الضعيف واللي ما عندوش قدره على ال... على الكسب تجعله يعني تساعده على الكسب وتقري الضيف يعني تكرم الضيوف اللي بيقولك لك في بيتك من المجتمع وتعين على نوائب الحق يا محمد صلى صل... صل الله عليه وسلم يا محمد انك يا محمد حينما تحدث كارثه او مصيبه ها تعين الناس فكل هذه الخصال والنقطه الأخيرة اللي رويت في رواية أخرى اللي هي وتؤدي الأمانة اللي عليك يا محمد ففي السبع نقاط دول هحطهم مرة هعيدهم مرة أخرى علشان يكون منهج لينا في الحياة يكون منهج أول حاجة أول نقطة اللي هي صلة الرحم يعني اللي هم الأهل والأولاد يعني ما تشتغل في العمل العام يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت تصل رحمك وأقربك وكلهم يعني ان شاء الله. النقطة الثانية أنت صادق. شهد لك المجتمع بأنك الصادق الأمين. النقطة الثالثة أنك تحمل الكل وهو الشخص الذي لا يستطيع أن يساعد نفسه، تساعده أنت. النقطة الثالثة في عملك أنت المجتمعي أن تكسب المعدوم، يعني تتحمل تتحمل أثقال الفقراء والضعفاء والأيتام بالإنفاق عليهم وأعانتهم بالمال. اي بمفهومنا الحديث اللي بنتكلم عنه دلوقتي تطبيق مبدا التمكين التمكين المجتمع شوف فكر خديجه راح فين في شخصيه محمد صلى الله عليه وسلم قبل ان يبعث والنقطه الخامسه انك تقري الضيف ان يعني تكرم من دخل بيتك سواء كان مسلم او كافر وانت في النقطه السادسه تعين على نوائب الحق بمعنى ايه اي تعين الناس فيما يصيبهم من خير او شر النقطة السابعه اذا تؤدي الامانه في طاعه الله في الفرائض والحقوق وحقوق العباد كذلك فلذلك انا بسميها دي دي بسميها قاعده الصلبه اللي هي آه القاعده المجتمعيه للسيده خديجه التي وضعت او اسست آه اسست ايه؟ اسست عمل قواعد عمل العمل الاجتماعي في اي مجتمع. ارجع اعيدهم مره ثانيه واعيدهم مره ثالثه واعيدهم مره رابعه نرجع نقولهم مره ثانيه آه آه كده نمره واحد انك تصل الرحم. يعني ما تنساش اهلك وانت بتشتغل في المجتمع. نمرة اتنين ان انت بتصدق الحديث صادق الناس عارفينك. نمرة ثلاثة بتحمل الكل. نمرة أربعة بتكسب المعدوم. نمرة خمسة بتقرئ الضيف. نمرة ستة بتعيد عن والنواب بالحق. ونمرة سبعة بتؤدي الأمانة دي يا شباب في كل مكان هي اللي بنتكلم عنها التمكين المجتمعي لقواعد العمل المجتمعي التي أرستها السيدة خديجة منذ حوالي ألف سنة هجرية إن أردتم أن تعملوا في المجتمع فاتبعوا قاعدة العمل الاجتماعي التي قامت به السيدة خديجة وبشرت به المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الله لن يخزيك أبداً كأنك عامل مجتمعي في أي مجال مجتمعي تعمل فيه فقاعدة خديجة هي القاعدة الأساسية في العمل الإنساني والعمل الخيري والعمل المجتمعي وأشكركم جميعا جزيل الشكر وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته